فريدة؟ مفيش، اتفضلي. انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ حد غيرك يعرف؟ هو ده اللي همك؟ كنت ناوي تستخبى لحد امتى؟ انا سبت كل حاجه عشانك وجيت، نزلت مخصوص عشان ادور عليك، رحت المباحث ورحت النقاب وعملت مؤتمر صحفي وقلت لهم جوزي اتخطف، والموضوع مش زي ما انتوا فاكرين، سليمان عبد الدايم هو اللي خطف جوزي، وانت كدبت علينا كلنا، واولهم انا ولا فارق معاك. وانا كنت فرقت معاكي زمان علشان تفرقي معايا دلوقتي. ما تتكلمش عن حاجه انت ما تعرفهاش، انت كنت في كومه ومش داريان بالدنيا، ما تعرفش انا اتعذبت قد ايه. يوه، هنرجع تاني للاسطوانه المشروخه بتاعت انا اتعذبت وانا ضحيه والكلام ده. يا ريت تسكتي وما تتكلميش خالص. اسكت ليه؟ هو انا اللي سبته في المستشفى مرمي بيموت وهربت وسافرت علشان مستقبلي؟ ولما عرفت انه عايش كان بالصدفه؟ قمتي لما حاجتك وجايه جاري عشان تبيني للدنيا كلها قد ايه انت الزوجه الكويسه المخلصه. في ايه؟ انا عايزه اعرف انت هنا اصلا ليه؟ سلافه. خلاص يا سلافه. لا مش خلاص يا شريف. انا بقى فاهمه كويس قوي هي عايزه ايه. حضرتك عايزه تحطي اللي عملتيه زمان قصاد اللي الشريف عمله عشان ما تبقيش عايشه باحساس بالذنب. لا، حضرتك بقى لازم تفوقي، لانك محتاجه عمر فوق عمرك عشان تكفري على اللي عملتيه مع شريف. سلافه، لو مش قادره تمسكي نفسك سيبينا لوحدنا من فضلك. انت عملت كده ليه يا شريف؟ عايزاني اعمل ايه؟ اسيبه يموتني المره دي بجد؟ طبعا دي فكرة الهانة. أنا قلت كده برضو، أنا شايفة إن احنا نتطلق، ده أحسن حل لينا احنا التلاتة.